السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض الفصل الرابع عشر بعنوان الزحف على طنجة. طبعا احنا واخدنا المرة اللي فاتت في الفصل الثالث عشر، قلنا ان عقبة بن نافع استطاع ان هو يفتح مدينة أدنى، وكان الموضوع بالنسبة له سهل ان هو يكمل باقي الفتوحات الإسلامية حتى يصل إلى طنجة. هنا فعلا بيقول لي ايه بقى، نقرأ كده مع بعض. بيقول لي ايه: بعد ان استراح المجاهدون يوما وبعد يوم، نادى فيهم عقبة بالرحيل، فانطلقوا تجاه طنجة، وكانت شعلة الحماسة قد بلغت أقصى إتقادها في نفوسهم، إتقادها أقصى إتقادها يعني أشد اشتعالها، يعني كانت أكثر حماسة أو أقصى حماسة عندهم. ولكنهم قبل أن يبلغوا طنجة وجدوا في طريقهم مدينة كان اسمها مدينة تيهارت، وكانت إحدى المدن الحصينة في عهد الروم، فخشى أهلها أن يخرجوا لقتال المسلمين فيبقوا نفس المصير الذي لقاه أهل المدن الأخرى. يعني هما كانوا خايفين، المدينة أهلها كانوا خايفين أن هما يخرجوا بره حصونها أو بره يعني أسوارها، علشان حاسين أن هما لو خرجوا هيلاقوا نفس المصير اللي لقوه المدن الأخرى، وكانوا أشد منهم قوة وبأس، قوة وبأسا. لذلك قرروا أن يعتصموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من وراء الإيه؟ من وراء الأسوار. يعني قرروا قالوا إحنا مش هنطلع بره ونحارب المسلمين وإحنا جوه المدينة من وراء الأسوار. عندما وصل عقبة إلى هذه المدينة وجدها مغلقة الأبواب، وسمع صوت الجندي من خلف الأسوار يحذرون أنفسهم من حرب المسلمين. أدرك عقبة في هذه اللحظة أن الروم والبربر لا قبل لهم بملاقاته في هذه المنطقة، وأن الله الذي أتم عليه نعمته بالنصر قذف الرعب في قلوب أعدائه، فحاصر المدينة بضعة أيام. يعني حاصر المدينة بضعة أيام، يعني فضل بقى محاصر المدينة لأنه شايف إن هم مش هيطلعوا ولا هيستسلموا، هم قاعدين جوه المدينة ومستغلين بقى أسوارها الحصينة القوية أو الأسوار المانعة، حتى اضطر ملكها إلى إعلان التسليم ودفع ما يطلبه المسلمون من ضريبة الدفاع. خلاص الملك ملقاش غير أي وسيلة، ما هم مش عارفين يطلعوا والجنود المسلمين محاصرين المدينة كلها، فقال لا خلاص أنا هضطر أو أنا هسلم، هستسلم يعني للمسلمين. وفعلا أعلن التسليم ودفع ضريبة إيه؟ ضريبة الدفاع. تسلم عقبة ضريبة من ملك تيهارت، ونظر إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم إني أجاهد في سبيلك فأعني على مواصلة الجهاد. بص للسماء كده وقعد يدعي ربنا بهذا الدعاء. ثم أمر الكاشف الانطلاق إلى طنجة، وكانت كل البلاد التي سيمر بها قد دخل أهلها الإسلام. يعني كل بلد هو هيعدي عليها علشان يدخل طنجة هو كده كده إيه خلاص فتحها، وكانت كل البلاد التي سيمر بها قد دخل أهلها الإسلام. فما إن علموا بتقدم عقبة حتى خرجوا مهللين مكبرين يحيون القائد العربي ويزودون جيشه بما شاء من المال والطعام والأسلحة. يعني هما كان كل ما يعدي على بلد، طبعا كانت البلد خلاص بقوا مسلمين، فكل ما يعدي على بلد كانوا بيطلعوا أكل وشرب وأسلحة للجنود المسلمين اللي بيمروا بهذه البلد. وفضلا عن ذلك تطوع عدد كبير من أهل هذه البلاد للانضمام إلى جيش عقبة للجهاد في سبيل الله. كمان كان في بعض من الشبان أو عدد من الشبان المسلمين الموجودين في البلاد دي كانوا بيتطوعوا للجهاد في سبيل الله واشتركوا كمان في جيش عقبة بن نافع. بعد كده: وأما طنجة التي كان عقبة وجيشه على بعد أميال منها، فقد خرج ملكها واسمه لوليان الغماري، ده اسمه، في جمع من رجاله لاستقبال القائد العربي. يبقى هو كان راح ليه؟ رايح إلى طنجة. ولما وصل طنجة الملك كان اسمه لوليان الغماري خرج علشان يستقبل إيه؟ عقبة ابن نافع، لاستقبال القائد العربي والترحيب به، لأن هذا الملك كان لا يضمر شر المسلمين، يعني ما كانش مخبي أي شر للمسلمين ولا يناصبهم العداء. وفي قصره المطل على البحر استضاف عقبة وعددا من ضباطه، وقدم لهم هدايا نفيسة، يعني قدم لهم هدايا كمان غالية جدا، وأعلن موافقته على كل مطالب المسلمين، وكان موافق على كل مطلب بيطلبه الايه المسلمين. قرأ عقبة في نفسه قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، صدق الله العظيم. ثم التفت إلى لوليان وقال له: إن البلاد الواقعة من برقة إلى طنجة أصبحت خاضعة لحكم الإسلام، وإن تفكيري الآن متجه إلى فتح الأندلس وجعلها دولة واحدة مع المغرب. يعني هو بيتكلم لوليان الغماري فبيقول له كل البلاد اللي أنا وصلت لك لحد هنا كده كل البلاد دي مفتوحة كده الحمد لله، يعني دخل فيها الفتح الإسلامي أو انتشر فيها الدين الإسلامي. أنا بفكر دلوقتي أفتح الأندلس عشان أخليها هي والمغرب دولة واحدة.
قال له لوليان بقى، قال له إيه؟ إنني أنصحك بعدم الاشتباك مع القوط، لأن قوتهم تفوق قوتك آلاف المرات. هو دي نصيحة مين؟ لوليان لعقبة بن نافع. قال له أنا رأيي أو نصيحتي ليك إن أنت ما تشتبكش مع القوط في الوقت ده. ليه؟ لأن هم قوتهم أو عددهم هو أكتر من قوتك، سواء كان في العدد أو في الأسلحة. وإن كنت تريد مواصلة فتوحاتك فأنصحك بفتح السوس الأقصى والأدنى. دي إيه؟ أسماء بلاد. يبقى هو إيه؟ نصحه بعدم الاشتباك مع القوط أو عدم فتح الأندلس حاليا، وإنما إن هو يفتح إيه؟ يفتح السوس الإيه؟ الأقصى والإيه؟ والأدنى. إن سكان هذه البلاد من البربر، وأنت قد خبرت البربر في كل إيه؟ في كل حروبك، وتعلم كيف تنتصر عليهم. أنت عارفهم وعارف خلاص، يعني عندك خبرة بيهم وعارف إن هم تفكيرهم إيه وممكن يعملوا إيه. فأنت أفضل حل ليك إن أنت تفتح الأول السوس الأقصى والسوس الإيه والسوس الأدنى، وبعد كده لما تزيد عدد الجيش عندك تفكر إن أنت تفتح الإيه الأندلس. دي كانت نصيحة لوليان الغماري لمين؟ لعقبة ابن نافع. بكده يكون انتهى الفصل الرابع عشر. نشوف بقى مع بعض الايه الاسئله بتاعه الفصل اللي ممكن تيجي لنا في الامتحان. السؤال الاول، ما المدينه التي وجدوها المجاهدون في طريقهم الى طنجه؟ المدينه اللي هم لقوها طبعا كان اسمها مدينه ايه؟ مدينه تيهارت، وكانت احدى المدن الحصينه في عهد الروم. السؤال الثاني، لماذا حذر اهل تيهارت انفسهم من الخروج لقتال المسلمين حتى لا يلقوا نفس المصير الذي لقاه اهل المدن الاخرى والذين كانوا اشد منهم قوه وبأسا؟ السؤال الثالث، خشى اهل تيهارت ان يلقوا مصير اهل المدن السابقه، فماذا قرروا؟ عملوا ايه بقى لما قرروا ان هم ما يطلعوش؟ قرروا ان يعتصموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من وراء الايه؟ من وراء الاسوار. كيف وجد عقبة مدينه تيهارت وماذا ادرك؟ وجدها مغلقة الأبواب وسمع صوت الجندي من خلف الأسوار يحذرون أنفسهم من حرب المسلمين. طيب ماذا أدرك؟ أدرك أن الروم والبربر لا قدرة لهم على إيه؟ على مواجهته. السؤال الخامس، كيف استولى عقبة على مدينة تيهارت؟ طبعا حصرها بضعة أيام حتى اضطر ملكوها إلى التسليم ودفع ضريبة الإيه؟ ضريبة الدفاع. السؤال السادس، ماذا طلب عقبة من ربه بعد تسلمه الضريبة من ملك تيهارت وبما أمر جيشه؟ يعني ايه الدعاء اللي كان بيدعوه لله سبحانه وتعالى؟ طلب منه ان يعينه على مواصلة الايه؟ الجهاد، وبما امر جيشه طبعا امره بايه؟ امره بالانطلاق الى ايه؟ الى طنجة. السؤال السابع، كيف استقبل عقبة من البلاد التي مر بها في طريقه الى طنجة؟ يعني كان استقباله ازاي؟ طبعا خرج اهلها مهللين مكبرين يحيينه ويزودون جيشه بما شاء من الماء والطعام والاسلحة، فضلا عن تطوع عدد كبير من اهل هذه البلاد للانضمام الى جيشه للجهاد. السؤال الثامن، ما اسم ملك طنجة وكيف استقبل عقبة وجيشه؟ كان الملك كان اسمه لوليان الغماري بضم الياء، ماشي، لوليان الغماري. طيب كان ازاي استقبل عقبة وجيشه؟ استقبلهم ازاي؟ طبعا خرج في جمع من رجاله لاستقبال القائد العربي والترحيب به وفي قصره المطل على البحر. استضاف عقبة عدد من ضباطه وقدم لهم هدايا نفيسة، قلنا نفيسة يعني ثمينة أو غالية، وأعلن موافقته على كل مطالب المسلمين. السؤال التاسع، لماذا أحسن ملك طنجة استقبال عقبة وجيشه؟ ليه ما كان ليه استقبلهم كويس؟ لأنه كان لا يضمر شرا للمسلمين ولا ينصبهم العداء. يبقى كان بيستقبلهم ازاي؟ كان بيستقبلهم طبعا استقبلهم احسن استقبال وبالترحيب، ولانه لا يضمر لهم او لا يخفي لهم شرا ولا يناصبهم العداء. فكر عقبة في فتح الاندلس فبما نصحه ملك طنجة ولماذا؟ نصحه بعدم الاشتباك مع القوط. ليه؟ لان قوتهم تفوق قوات المسلمين الاف المرات. كما نصح بفتح السوس الاقصى والادنى لان سكان هذه البلاد من البربر، وعقبة صار خبيرا بالحرب ايه معهم وتعلم كيف ينتصر عليهم. بعد كده السؤال دايما الموجود عندي في كل فصل، ايه الدروس المستفاده من الفصل ده؟ طبعا اللي هو الانتصارات المتواليه بترفع من الروح المعنويه للجيش وقوه الايمان بالله سبحانه وتعالى، والاسلام دين تسامح ودين سلام ودين يسر وليس دين عسر. بكده يكون انتهى الفصل الرابع عشر، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.